أول حاجة شكرا. ثاني حاجة نحب نرجع شوية من البداية. عارفين اللي فريق الرجاء مدينا تحذيرات متأخر، قمنا بمعسكر في تونس فيه أسبوعين، دخل لهم مقابلة واحدة اللعابة لعبوا فيها كل لاعب 45 دقيقة، ثم رجعنا للمغرب درنا مقابلة العين 60-30 بالنسبة للاعبين، وبعد ديريكتومون أنشينينا الشامبيونز ليج. معنا اللعابة الشامبيونز ليج بالنسبة لنا كانت في المخطط تاع التحضيرات نتاعنا. الأربع مقابلات الشامبيونز ليج ومقابلة بركان كانوا ضمن برنامج تحضير، يعني اللاعبين مازالوا ما وصلوش الجاهزية البدنية نتاعهم القصوى، رغم اللي كان عندنا افكتيف فيها 12 لاعب كهو، خاصة اللاعبين الوسط كامارا وإيرفي، عارفين المشكل نتاع اللاعبين الأجانب اللي كان عندنا أكثر من العدد، وخاص كل مرة باش يدير شوا شكون باش نحايدوا فيهم، أكيد هذا باش يأثر على المردود الذهني نتاعهم. نشكر اللاعبين الكل اللي بداوا معنا تحضيرات من اول الموسم، كانوا لاعبين ممتازين على مستويات الكل، خاصه الديسيبلين نتاعهم وحبهم لفريقهم والعمل. الحمد لله المرحله هذه عديناها بسلام، ترشحنا ليبول في الشامبيونز ليج، في البطوله عاودنا رجعنا رغم الصعوبات اللي لقيناها. كما شفتوا لاعبين جاوا جدد تنقصهم الجاهزيه البدنيه، وهذا اكيد لانهم ما كانوش كومبيتيتيف في النوادي نتاعهم وما قاموش بتحضيرات، دونك اكيد باش يكون عندهم نقص. احنا عاملين توا في المرحله الجايه برنامج اللاعبين هذوما باش يكونوا على مستوى البدني احسن، وان شاء الله الرجاء في لي مومون كلي تكون حاضره 100% باش اكيد الأوبجيكتيف نتاعنا هو التتويج. غياب شوف مع الدكتور. احنا فريق الرجاء العالمي حاضر لأي قرعة. احنا الأوبجيكتيف نتاعنا هو لعب النهائي والفوز بالشامبيونز ليج. يعني اللي باش نواجهوه في دور المجموعات مش باش نواجهوه من بعد، واللي مش نواجهوه في دور المجموعات باش نواجهوه من بعد في الربع ولا في نصف النهائي ولا في النهائي. دونك احنا حاضرين للفرق الكل. احنا باش نكونوا عازمين باش نوصلوا للماكسيموم في البطوله هذه. كما قلت نحن كان عندنا مشاكل في التحضيرات نتاعنا، كان عندنا افكتيف ضيق، كانوا مشاكل اخرى الاداره ارتأت وعرفتها وحاولت تصلحها. الحمد لله الفريق البطل ما يهبطش راسه، الفريق البطل ديما يبرهن اللي هو موجود. الحمد لله في ثلاثه ماتشات هذوما رغم اللي هما كانوا في اسبوع واحد نفس اللعابه اللي لعبوا هما اللي قاموا بردة فعل وراوا اللي هما مازالوا موجودين، ومرة أخرى نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.